الأشياء صراحة اللي أضحك عليها لما يجي شخص ريال ريال مو مرة تي تقول لي يقول لي غيري الروج مالك، حطي اللون الفلاني، أنت شكو ريلي؟ بسأل سؤال يعني، لا سوري في هالكلمة، يعني الريال اللي يقول هالشي يعني يا وقح سوري هالكلمة أو جاي. الجاي عادي يقعد يتحكى عن الميك اب يتحكى عن هذا، بس ريال ريال. بس هم تقول لي مي ليش ما تغيري لك شعرك واللون وترفعينه او تنزلينه؟ انا ما طلبت رايك في هذا الموضوع، محترامي اوكي، يعني هذا شيء راجع لي، ما احب ومو فاتحه باب اختيارات، ما طلبت من احد ايش رايكم اقص شعري ولا اخليه اغير لوني ولا اخليه ارفعه ولا انزله، ما طلبت اوكي. فرايك مع احترامي لك الشديد احتفظي فيه لنفسك. افهم او شيء كذي ماني عارفه اقرا النك، تقول لي مي ايش رايك منو افضل بالصوت، احلام ولا نوال؟ الصوتين مو مثل بعض عشان انا اقول منو افضل، كل وحده طبقه اوكي، وكل وحده لها ستايلها بالاغاني، لكن جماهيريا اكيد احلام تتفوق على نوال، شعبيه احلام اكبر، نشاطها اكثر من نشاط احلام، إنسان اختياراتها أيضا تتفوق على نوال. سارة العوضي تقول لي مي ليش ما يتم تكريم الرواد نفس حياة الفهد وسعد عبد الله وعبد الحسين عبد الرضا على حياتهم مثل ما سووا مسرح باسم عبد الحسين عبد الرضا؟ ترى على فكرة أنت ظهر معلوماتك قليلة في هذا الموضوع، لا ترى حياة الفهد وسعد عبد الله ومريم الصالح وابراهيم الصلال يعني وفنانين كثر ترى تم تكريمهم على حياتهم، والله يطول لنا بعمرهم. يعني يمكن انت ما تتابعين يعني سعاد عبد الله حياه الفهد خذت جائزه الدوله التقديريه وخذت عده جوائز، وتو تم تكريمها من قبل فتره في الحساوي المهرجان اللي سوى فواز الحساوي.